قرعة دوري الأبطال نار يا حبيبي نار، قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا واللي هتكون مباريات الذهاب فيها يوم 9 و10 إبريل، ومباريات العودة يوم 16 و17 إبريل. هنروح للمباريات وهنبدأ كده بالحنين أو بالخفيف بروسيا دورتموند ضد أتلتيكو مدريد. مباراة صعبة نظرا لتقارب مستوى الفريقين، ولكن هنا أنا أتوقع صعود أتلتيكو مدريد على حساب بروسيا دورتموند. ممكن دورتموند يعمل مفاجأة؟ أكيد ممكن. المباراة الثانية باريس سان جيرمان ضد برشلونة، ويمكن ناس كتيرة هترشح باريس سان جيرمان خصوصا في ظل الحكم على مستوى برشلونة في الفترة الأخيرة، ولكن في دوري الأبطال أتوقع صعود برشلونة على حساب باريس. المباراة الثالثة وهي من أقوى المباريات أرسنال ضد بايرن ميونخ، مباراة على المستوى الفني هتكون صعبة جدا على الفريقين في ظل تألق أرسنال مع أرتيتا في الفترة الأخيرة وتراجع مستوى بايرن ميونخ ووجوده في المركز الثاني في الدوري الألماني وما عادش فيه بطولة ينافس عليها غير دوري الأبطال. هل هنشوف البايرن بصبغة تانية في مباراته ضد أرسنال ويقدر يعمل المفاجأة، ولا أرسنال أرتيتا هيكون له رأي تاني؟ أتوقع الأرسنال هيصعد على حساب بايرن ميونخ. أما المباراة الأخيرة وهي النهائي المبكر، ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، أنشيلوتي ضد بيب جوارديولا، ويا ترى أنت رأيك إيه؟ مباراة صعب الحكم عليها، مباراة خارج التوقعات والتكهنات خصوصا في ظل تألق كتيبة أنشيلوتي وخصوصا بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، وفي الناحية التانية السفاح إيرلينج هالاند مع كتيبة بيب جوارديولا. مباراة صعبة جدا، أتوقع وأتمنى صعود ريال مدريد على حساب السيتي. انزل بقى قول لي رأيك في الكومنتات، مين الأربع فرق اللي هيكونوا في المربع الذهبي؟